السلام عليكم، واش راكم من دوباتي؟ صافا لاباس؟ راكم ملاح؟ راكم هايلين؟ راكم كويسين؟ بزاف شويه هلبه ياسر، يعني راكم ملاح ملاح ملاح. جبت لكم اليوم واحد البريوش مفشفش هايل، بنين تاع قهوه تاع العشيه. ما تحبري ما تدبري بزاف هايل. تبعي معايا الوصفه من البدايه حتى للنهايه وراح تشوفي هذه الطريقه وهذا البريوش البنين تاع قهوه العشيه. بسم الله على بركة الله. دائما نجيبو داك الصحن الغامق تاعنا، هذيك الباسينة اللي فيه الزيكا الزرقاء من الفوق، هذا هو الراعي الرسمي تاع قناتي. هذا واش عندي؟ باسينة زرقاء حطيت فيها نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع سكر، وحطوا فيها زوج كيسان تاع حليب، زوج كيسان تاع حليب. الحليب هذا يكون دافي شويه، ما ديروش بارد، ديرو حليب دافي شويه. راح ندير له ربع كاس نتاع الزيت. الكاس اللي نكيلو به كامل المواد، ربع كاس نتاع الزيت. راح نحط الخميره نتاع الكسره. انا الخميره نتاع الكسره حطيت مغرف ونص، يعني مغرف ونص معمرين مليح. راح نزيد نحط فيهم وحده خميره نتاع الحلوه، وحده خميره الحلوه. المره اللي فاتت درت فيها قلت لكم 500 غرام تاع، درت لكم رطل نتاع واسمو نتاع خميره تاع حلوه، وهي شيء صغير فقط. حطيت معها هنايا زيت هنا زوج مغارف تاع عطر الفانيليا، زوج مغارف معمرين مليح باش عطر الفانيليا يعطينا واحد البنه فيها ما شاء الله. زيت درت بيضه وبيض بيضه، بيضه وبيض بيضه. نتوما اللي كان عندكم البيض تقدروا ديروا حتى زوج حبات تاع البيض، انا هنا ما عنديش البيض، درت بيض بيضه وبيض بيضه. والصفر هذاك راح نستحفظ به باش ندهنوا به هذيك البريوشات نتاعنا ولا لي بتي باس صغار نتاعنا. راح نخلطوا كامل هذه المكونات مليح مليح حتى يندمجوا مع بعض. هنايا باش نخلوهم يتفاعلوا ولا يتخمروا تقريبا، ماشي مده طويله، تقريبا هذيك المده راح نستعملها واحد مده 5 دقائق فقط ولا 10 دقائق حتى هذيك الخميره تاعي تتفاعل وتتخمر. فوالا، هنا بعد ما تخملت لي الخميره تاعي، شوف كيفاش تنفخت ودرت هذيك البونبونات، حطيت فيها مغرف صغيره نتاع خل، مغرف صغيره نتاع خل. السر في هذا البريوش باش يجيكم بشبش ومهشهش ويجي هشيش لداخل ويجي طري واسفنجي ما شاء الله. هنا راح ندير الملح، هنا راح ندير الملح. الملح هاك تشوفوا درتو مع الاخير حتى وين تفاعلت لي هذه الخميره تاعي، ونعاود نخلطهم باش يذوب لنا هذاك الملح في هذاك الخليط نتاع السكر والزيت والخميره والخميره تاع الحلوه والخميره تاع الكسرة. خلطتهم مع بعض، درتهم مدة 5 دقائق، خليتهم تفاعلوا وتخمروا، درت لهم قطرة نتاع خل، يعني مغرف صغيرة نتاع خل، وزدت خلطت ودرت معها مغرف صغيرة نتاع الملح. الملح ديروا عندكم هي ميزانكم. راح ندير الفرينة نتاعنا، حطيت الفرينة هنا، حطوا الفرينة بالتدريج بالتدريج، وراكم تعجنوا فيها حتى وين بالكم القوام تاع هذا العجينه، يعني الخميره هنايا مش رانا نعطيكم العبر سوا سوا. تقدر ديروا كاس صغير، تخدموا لك انتو عائله صغيره ديروا من الكيسان الصغار هذوك ماشي كبير، يعني نقدر نقول لكم زوج كيسان فرينه ولا ثلاثه ولا اربع كيسان. انتوما درتوا عبار صغير هو يجيكم بالك زوج كيسان فرينه. انتوما الفرينه هنايا عينكم ميزانكم، ديروا فرينه تاعكم اعجنوها لموها حتى تحبسوها، تحسوا هذاك القوام تاعكم باللي راهو متماسك راهو مليح، يعني راهو قد قد. قسمه تعجنوها، ما لازمش تجيبوها طريه بزاف حتى تقعد تلاصق تلاصق باليد، وماشي يابسه بزاف حتى ما تقدروش تدلكوها ولا تعجنوها. راح نحطوها في الصحن، في صحن قلت في الطاوله العمل تاعي، وراح نلم هذيك العجينه تاعي كامل، نلمها مليح وراني ندلك فيها، نلم وندلكها. لازمكم هذه العجينه لازمكم تدلكوها مليح مليح حتى باش تحصلوا على القوام ولا العجينه المليحه. هذه العجينه كل ما تدخلوها شغل طبقات، يعني تلموها من جهه وتدخلوا على جهه تطلعوا وتهبطوا كما راكم تشوفوا هكذا راني ندير، تخلوا فيها الهواء لداخل. العجينه قد ما تخلوا فيها الهواء لداخل ويدخل العجين اللي تعجنوها وتلموها ويدخل فيها الهواء لداخل ودير شغل كانها فقاعات لداخل، رايحين هذيك هي القوام تاع العجينه المليح المليح اللي تحصلوا عليه. شوفوا هنايا مازال القوام تاعها مازال تلاصق في اليد. انا كنت منا نعجن ونزيد الخميره تاعي، نزيد الفرينه حتى وين اتماسكت وتلمت كما راكم تشوفوا فيها، يعني نجيبها نكسل نكسل ونطلع، نكسل ونطلع وشغل يعني ندلك فيها، ندلك دليك. ادلكيها سيدتي، ايه ادلكيها مليح مليح حتى يدخل الهواء الداخل كما راكم تشوفوا هكذا. القوام تاعها راهو شباب بزاف. ومن بعد راح نزيد لها هنايا
مغرف نتاع مانغارين، مغرف نتاع مانغارين ولا زبده بحراره الغرفه كما كنتو تشوفوا فيها هكذا، وراح نزيد نقعد نعجن فيها واللايم تقعد هي من بعد تولي تلاصق كيما البلاستيك هكذا تتجعد، وانتم انا نقعدوا اعجنوا فيها حتى وين تدخل هذيك المانغارين كامل في العجينه نتاعكم، تتلم كامل في العجينه نتاعكم، راح تتحصلوا على عجينه ولا بريوشات اسفنجي لداخل. كي نقول لكم اسفنجي اسفنجي ما شاء الله، تبعوا المراحل معايا حتى الاخير بكلمه بكلمه، باسكو كل كلمه وكلمه راح نمدها لكم فيها فايده لكم واستوس ولا فكره باش تنجح لكم هاد العجينه تاعكم ولا تنجح لكم هاد البريوش تاعكم. شوفوا العجينه تاعي لميتها مليح مليح، ما راهيش تلاصق في اليد وراهي طريه. راح نحطها في هذاك الصحن، البسينه تاعي اللي فيها خط ازرق من فوق الراعي رسمي، ونغطيها بكيس غذائي من فوق، ونزيد لها بابي طرشونه من فوق، ونخليها حتى تخمر يعني يتضاعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. خليتها مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه مع الجو راهو سخون وخف تخمر لكم. ومن بعد كي بعد ما تخمر راح نفشوها، نفشها ونحطها في الطبله تاعي ونقسمها على زوج. ايه نقسموها على زوج. انا شوفوا الطريقه العجينه كيفاش ما شاء الله راهي هايله خاوتي خياتي. ما تنساوش تضغطوا اسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من وصفات اسمر. ما تنساوش كذلك بالبارطاج والاعجاب. راح نكمل معكم الوصفه تاع نهار اليوم، بريوش تاعنا ساهل ماهل تاع قهوه العشيه، تاع قهوه العصر، تاع اللي قاعد الراس، تاع اللي ما تحشميش به مع ضيافك يخرج هايل، ولا تقدري حتى تروحي تضيفي به. نرشوا الطبله تاعنا على اثنين بالفارينة قلتها اثنين، نرشوها بالفخوم من تحت، ونحلوها حلان يكون رقيق، السمك تاع هاد العجينة تاعنا يكون أقل من 1 سنتي، يعني تقريب نقولوا تقريب 1 سنتيم. هنا عندي هنا كاوكاو محمص ومطحون، درت له 3 كيلات تاع كاوكاو مع كيلة تاع السكر. هنا تحبوا المزهر، اللي يحب المزهر يخلطوا بالمزهر، واللي ما حبش المزهر يقدر يستعمل الحليب، يعني حتى يولي كأن عندنا عجين هكذا مفتة. واللي يحب ذوق القرفة يزيد يدير ذوق القرفة، واللي ما يحبش يدير ذوق الفانيليا ولا ذوق اللوز، أي حاجة حبيتوا تستعملوها، ولا تخلو كاوكاو طبيعي كما راكم تشوفوا فيه. راح نرشها كامل فوق هذيك العجينة اللي كنت حليتها، اللي يكون السمك تاعها أقل من 1 سنتي أو 1 سنتيم. هنا عندي الشيكولا، هنا الشيكولا هذه فيرميسال يعني اختيارية، اللي حب يديرها يديرها، واللي ما حبش يديرها ما يديرهاش، ولا اللي ما عندوش الكاوكاو يقدر يدير الفيرميسال هذه في بلاصة هاد الكاوكاو باش تجيكم هذيك البنة الشابة الهايلة اللي يحبوا الشيكولا. راح نجمعوها كأنها رولو ولا رولوها، يعني لفوها اللفان تاعنا. كيفاش يكون حال اللفان تاعنا؟ هنا لازم كي تلفوها ما لازمش تضغطوا عليها، راكم تلفوا فيها وتنفضوا فيها من هذيك الفرينه اللي اذا كانت كاينه فرينه زياده من تحت، كما راكم ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الخطوه. لفوها لفان، شوفوا احنا نفض كامل هذيك الفرينه اللي كانت من تحت، لفوها لفان، واللفان تاعكم ما يكونش بالضغط، يعني ما تضغطوش عليها باش العجينه تاعكم ما تعجنش، تقعد مفتوحه بين الطبقه والطبقه، يعني هذا هو السر تاعها باش يكون تجي دي بتي با فشفشين فشفشين هايلين. شوفوا هنا باش كيفاش نقيس باش يجوني كامل قد حبه وحده، ندير بثلاث اصابع بين حبه وحبه، نقيس ثلاث اصابع ونقطع، وراني نمشي حتى وين يجوني المقاس تاع الحبه تاعي كامل كيف كيف. هكذا هما في المحلات يقصوا البتي با نتاعهم، البتي با ولا هذيك اللي كيما اللي يخدموا لي كرواسون لو بان شوكو شوكو. شوفوا هنا واش راح ندير، هنا جبت هذاك تاع السيليكون تاع الشمع تاع السيليكون، تجي شكل دائري، ولا عندكم اي حاجه شغل تجي هنا دائريه وطويله تقدروا تخدموا بها، تضغطوا ضغطه في الوسط، تضغطوا مليح مليح حتى تشوفوا شغل الجوانب تاعها بداو يخرجوا وتلموها. فوالا الشكل تاعها شباب ما شاء الله يعمر ولا يحمر الوجه. قلت لكم تقدروا تخدموها تروحوا تضيفوا بها. انا الفور هنا شعلته على درجه مئويه 200 درجه مئويه، شاعل من الفوق ومن تحت، ونخليه يسخن، اكيد نخليه يسخن. هذو اللي بانشوك البتيبا تاعي ولا البريوشات الصغار واش نحطهم؟ نحطهم في صينيه وندير لهم بابي ورق الطهي ولا ورق الزبده، ولا تحبوا ترشوا حتى الفرينه من تحت باش ما تلصق لكمش، الا ما عندكمش ورق الزبده ماشي شرط لازم ديروا هذا الورق. نخليها ولا كما كنتم تشوفوا ستوهم نبعدوا الحبه على حبه، ونخلوها تخمر
تحطوها لازمكم تخلوها تخمر لمدة واحد ربع ساعة حتى لعشرين دقيقة، حتى تشوفوا الحجم بتاعها ضاعف. لازمكم انكم تخلوها تخمر، لو كان ما تخلوهاش تخمر مش هتخرج لكم الشابة. انا البيض البيضة واش درت لها، درت لها خففتها بشوية قطع قهوة، علاش باش تعطيني لا كولور الشباب الذهبي الشباب هذاك، وتزيد كل. ولو كان نديروا البيض والبيض الاصفر وحده راح يعطيني طبقة خشينة، وريحة البيض تجي فيه تسرع كما نقول حنا البيض تسرع، ما تاخذوش تاكلوها. من الاحسن انكم تخفوها بشويه تاع قهوه ولا شويه كاكاو البنيه ولا المره كما تحبوا، زيد لها شويه قهوه تعطيها مذاق ولون مميز. راح ندهنوا الحبات نتاعي كما راكم تشوفوا فيهم. قلت لكم الفور يكون شاعل على درجه مئويه 200 درجه مئويه، راح ندخلهم الفور نخلوهم يطيبوا من الفوق ومن تحت، ومن بعد نخرجوهم سيدتي كما راكي تشوفوا فيهم شابين هايلين، راهم يولولو. شوف شوف راهم سخونين، ما قدرتش تنتوشيهم، راهم ما شاء الله. انا ما قدرتش نعبز عليهم بزاف باسكو صح سخونين، حرقوني طلقتها من يدي. التزيين تاعي واش كيفاش راح يكون؟ راح يكون بشويه شيكولا ذايبه. تحبوا ما عندكم شيكولا ذايبه تدهنوها من فوق غير بشويه تاع عسيله من فوق، وترشوا عليها شويه تاع الججلان، او ترشوا عليها ججلان محمص ولا نوات كوكو، ترشوا عليها بالكاوكاو تاعك كيف كيف محمص. بصح لازمكم تدهنوها من فوق بشويه تاع عسيله ولا عسل ولا ناباج اللي عندكم في الدار، لا جولي هو الناباج، اللي ما يعرفش الناباج هو لا جولي. من الفوق ترشوا عليها كما راكم تشوفوا فيها هكذا، ولا تزينوها بالشيكولا اللي كانت عندكم، الشيكولا تاعكم تخلوها تبرد غير شويه وتقدموها لوليداتكم تاكلوها بالصحه والراحه. وصفه سهله بنينه هايله، واحده ريحه تخرج منها ما شاء الله. هذه يا خوتي خياتي وصفتنا تاع نهار اليوم، مندوبين ومندوباتي نقول لكم يعطيكم الصحة عليكم تتبعوا فيها في على قناتي. على جالكم نبارطاجي الوصفات اللي تحبوها، لا بغا يكون عندي متابع واحد راح نخدم على جال الوصفات هذو ونبارطاجيهم. ان شاء الله تكون عجبكم وصفه اليوم، وان شاء الله ما تنساوش تهبطوا اس فيديو وتفعيل زر الجرس والبارطاج والاعجاب والتعليقات تاعكم الشابين. اي وصفه حبيتوها خلوها لي. سلام.